بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. حاجة الإنسان إلى الراحة والاستقرار ترتبط بمقدار حركته في الحياة، فإذا أصر على ملء المحيط حوله ضجة من الملوثات الحسية والمعنوية، فإن ثمن ذلك سيكون باهظا جدا. فمن الهواء الطلق إلى جبة غليظة يكتفي أن يتنفس فيها عبر الثقوب الصغيرة ويرى أنه أسعد خلق الله. ومن النظام القائم على احترام حياة الإنسان والبيئة المحيطة إلى تشكيلة من الهموم تشترك في تصويرها ملوثات تأخذ من كل فعل منحرف بسهم، حتى تغدو وكأنها فرس امرئ القيس لا يستقر في وصفها أحد حد. فما هي أفعال الإنسان التي تلوث البيئة؟ وهل وصلت حدا لا يمكن تغييرها عبر الوعي والثقافة؟ ولماذا تصبح البيئة وابنها الإنسان لا قيمة لها عندما يتعلق الأمر بالحروب؟ القيم الإسلامية ودورها في تقديم الحلول لمشكلات البيئة موضوع حلقة اليوم. في جزئها الثاني نناقش مضامينها مع سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. راجينا منكم المشاركة، ولكن بعد النصف الساعة الأولى من البرنامج عبر الأرقام المعتادة. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم. آمين. كثيرا سماحة الشيخ ما تحملون الحروب الخارجة عن الحدود مسؤولية انتهاك حرمة البيئة وشقاء الإنسان، لكن كثيرا من هذه الحروب يشنها أصحابها باسم الدين، ولم تعد الوثائق السرية وغيرها تخفي الكثير من هذا. ألا ترون أن الدين أصبح يستخدم في الضدين؟ كيف تفهم الشعوب أن الدين جاء لحمايتها وليس لشقائها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدين هو صلة بين العباد وربهم، وهو رابطة بين العباد أنفسهم، كما أنه يربط بين العبد المتدين وبين نظام الكون كله. من الجانب الأول وهو كونه صلة بين العباد وربهم، نفهم أن الدين يجب أن يكون مرضيا لله تعالى، والله يرضى من عباده الخير ولا يرضى من عباده الشر. والله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. من خلال ذلك نفهم أن الدين إنما هو ما كان في مصلحة العباد، على أن الدين كما قلت هو رابطة بين العباد. فالإنسان ينظر من جانب الدين إلى أخيه الإنسان أنه مشارك له في الأصل، لأنه خرج من نفس المخرج الذي خرج منه، ونبت في نفس المنبت الذي نبت فيه، فهو ينحدر من نفس الأبوين اللذين ينحدر منهما كل إنسان. فالله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلا معنى لعدوان الإنسان على الإنسان، فإما أن يكون أخا له في العقيدة، وبطبيعة الحال العقيدة رابطة بين أبنائها، ومن خلال هذه الرابطة يجب على كل أحد أن يرعى حق الآخر، لأنها رابطة مقدسة. وإما أن يكون أخا له في الإنسانية، وأخوة الإنسانية أيضا يجب أن تراعى. ثم إن هذا الدين أيضا يصل الإنسان بكل شيء في الكون، إذ الله تعالى له أسلم من في السماوات ومن في الأرض، وكل شيء يسبح بحمده وكل شيء يسجد لجلاله. فإذا هذا الدين
رابطة ما بين الإنسان وما بين الكائنات كلها. ولذلك نرى أن الذين يدينون حقا بدين الله تعالى لا يشعرون إلا بانسجام مع نظام الوجود، لا يشعرون بوحشة من الكون، ولا يشعرون بعداء لأي موجود كان، لأنهم يشعرون أن الكائنات كلها تشاركهم تسبيح الله تعالى وتحميده، وتشاركهم السجود لجلاله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ولذلك من خلال هذا الانسجام لا تصدر منهم الكلمات التي تدل على العداء للكائنات، فلا يصدر من شخص متدين بدين الله تعالى الحق ما هو دال على عداء أي شيء من الكائنات، كقولهم قهر الطبيعة، وقولهم قست عليه الطبيعة، وغزا الفضاء، وأمثال هذه الكلمات، لأن هذه الكلمات كأنما توحي بعداوة ما بين الإنسان والطبيعة وما بين الإنسان والفضاء. فلذلك هم يحرصون على أن يقولوا الكلمات التي تدل على الانسجام كما يوحي بذلك كتاب الله تعالى. طيب سمحة شيخ، هل منادات الإنسان أو الناس عموما خاصة الذين يشنون الحروب بحماية المدنيين والبنى التحتية ومصادر رزق الشعوب كاف من حيث التطبيق لحماية البيئة، أم ترون في أن فيما يحدث ازدواجية في المعايير؟ من المعلوم أن التنظير غير التطبيق، فبإمكان الإنسان أن ينظر ويقول الكثير الكثير، ولكن مع ذلك يجانب ذلك في تطبيقه وفي عمله. ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى يشدد النكير على من يقول قولا ولا يعمل به، يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعلى الإنسان أن يقول ما يفعل وأن يفعل ما يقول، وألا يكون هنالك نشاز بين قوله وفعله، فإن ذلك يؤدي إلى عدم الثقة بما يقول وعدم الثقة بكل ما يصدر منه. لذلك جاء القرآن الكريم ليحاسب الإنسان على قوله ويحاسبه على فعله. والإسلام بكل أدلته، بما أنزل الله تعالى في الكتاب وبما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله، يدل على أن الإنسان مطالب بأن يحرص على القول الحسن وأن يحرص على القول الفعل الحسن. وقولوا للناس حسنا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا الإنسان مطالب بأن يحرص على أن لا يكون هنالك أي تناقض ما بين قوله وعمله. ولا ريب أن كثيرا من الناس يغطون معائبهم وجرائمهم وما يرتكبونه بشعارات يرددونها وأقوال يشيعونها، بحيث يدعون أنهم يحافظون على حقوق الإنسان ويريدون أن يشيعوا الأمن بين الناس ويريدون أن تشيع الحرية فيما بين الناس، وهم من خلال أعمالهم يصادرون الحريات، ومن خلال أعمالهم يعتدون على الإنسان وينتهكون حرماته. نعم، يعني في هذه الحروب يعني تحرق البيئة بأكملها، حتى أن بعض الأراضي لا تكون صالحة للزراعة فيما بعد. نعم. طيب سماحة الشيخ، لكن ما تناله مواضيع حقوق البيئة من الضجة الإعلامية وتحرك المجتمع الدولي كحرق الغابات وغلاف الأوزون والاحتباس الحراري
والانبعاثات الكيميائية وغيرها أكثر مما تناله حقوق المستضعفين وانتهاك حرماتهم وحرمات بيئتهم وأوطانهم كالمحاصرين في غزة مثلا، حتى أن المطالبات بفك الحصار في كثير منها يأتي من غير المسلمين. ما رأيكم في هذا؟ من المعلوم أن الإنسان هو المحور الذي تدور عليه الحياة، وحق الإنسان أكبر من حق كل مخلوق آخر من الكائنات الموجودة في هذه الأرض التي تشارك الإنسان الحياة فيها. فالله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويبين سبحانه وتعالى أن ما عدا الإنسان من الكائنات الموجودة في هذه الأرض بل في هذا الكون إنما هي مسخر للإنسان. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا من خلال هذا يتبين لنا أن البيئة هي ما يحيط بالإنسان، لأنها من باء يبوء بمعنى رجع يرجع، أي المرجع الذي يرجع الإنسان إليه وينقلب إليه. فالبيئة هي المحيط الذي يتقلب الإنسان في أعطافه، سواء نظرنا إلى الأرض أو نظرنا إلى الهواء أو نظرنا إلى الماء أو نظرنا إلى البحر أو نظرنا إلى الحيوانات أو نظرنا إلى النباتات أو نظرنا إلى أي شيء آخر، فهذه إنما هي داخلة في المحيط الواسع الذي يتقلب الإنسان فيه ويدور في جوانبه. فالمحافظة على هذه الجوانب إنما هي لأجل كرامة الإنسان ولأجل سعادة الإنسان، ثم لأجل الكائنات الأخرى الموجودة، لأن الكائنات الأخرى لها حق أيضا. فنحن نرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن كل ما ينتفع مما يوجد في هذه الأرض يستفيد المتسبب لهذا النفع منه أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كانت له به صدقة. فإذا أكل الإنسان من غرس الإنسان كان ذلك صدقة لذلك الغارس، أو أكل من زرع زارع فإنما ذلك صدقة لذلك الزارع. وكذلك إذا أكلت منه دابة أو أكل منه طير كل ذلك إنما يكون صدقة له. فكل حي يستفيد من غرس أو زرع، بل حتى إن كان يستفيد من ظل فإن ذلك الظل المتسبب له أو المتسبب لبقائه يؤجر عليه، وإن تسبب في إزالة ذلك الظل فإنه ولا ريب يعاقب على ذلك عقوبة شديدة. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. وقد شرح العلماء هذا بأن المراد من قطع السدرة في صحراء يستظل بها إنسان أو تستظل بها دابة أو يأوي إليه طير، فهذا الظل، فهذه السدرة التي تظل هذه الأجناس من مخلوقات الله سبحانه وتعالى عندما يقطعها الإنسان يستحق هذه العقوبة، يصوب رأسه والعياذ بالله في النار. وذكر السدر هنا لأنه كان الغالب، وإلا فهذا الحكم ينطبق على كل شجر البراري. فليس للإنسان أن يقطع شجرة خضراء، نعم يقطع لأجل الانتفاع الشجر اليابس، أما الشجر الأخضر الذي يظل بظله الوارف المسافر أو النازل أو الدواب أو الطيور، فإن ذلك ولا ريب من تسبب
لإزالته فهو معاقب بهذه العقوبة. فمن قطع شجرة يستظل بها أي كائن من هذه الكائنات ويعاقب بهذه العقوبة. وإذا كان هذا في الظل فما بالك بتغوير المياه، فما بالك بطمس المياه، ما بالك بمن يطمس عينا نابعة ويحرم من ريها الإنسان في الصحراء، ويحرم من ريها الدابة، ويحرم من ريها الطيور. لا ريب أن إثمه أعظم وجريمته أكبر. ونحن نرى في القرآن الكريم كيف صور هذا الإنسان الذي يعتدي على الكائنات وكيف توعده. الله تعالى قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يهلك الحرث أي المزروعات التي تزرع، ويهلك النسل أي الحيوانات التي تتناسل. وإذا كان هذا في الحيوان فكيف إذا كان يهلك الإنسان؟ كيف إذا كان يشن حربا يقتل فيها البشر، يقتل فيها الأطفال، يقتل فيها النساء، يقتل فيها الشيوخ، يقتل فيها الضعفاء؟ لا ريب أن جريمته جريمة كبيرة. ونحن نرى كيف جاءت آداب الإسلام في الحروب، وكيف جاءت الأخلاق التي دعا إليها الإسلام في الحروب التي تشن لأجل رد العدوان. الله تعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لا تقاتلوا من لم يقاتلكم، ولا تقتلوا الأطفال، ولا تقتلوا النساء، ولا تقتلوا الشيوخ، ولا تقتلوا الحيوانات، ولا تغوروا العيون، ولا تحرقوا الأشجار، ولا تفعلوا أي شيء من هذا القبيل. كل ذلك حرام حرام حرام. فالحرب في الإسلام إنما تحاط بأخلاق. أولا، لا تشن الحرب إلا على المعتدي. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يأمر عندما يجند الأجناد ويسجرهم في الأرض، يأمرهم ألا يقتلوا وليدا، وألا يقتلوا امرأة، وألا يقتلوا شيخا هرما، وألا يقاتلوا إلا من قاتل. هكذا، وهكذا كانت وصية الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت هكذا وصيته، وكان من وصيته: ولا تقطع شجرة ولا تعقرن دابة إلا لمأكلها. يعني ليس للإنسان أن يعقر دابة إلا اللهم إذا كان لأجل الحاجة إلى الأكل، أما بدون ذلك فلا يجوز. طيب سمحة الشيخ، لكن هذه الحروب كما يقول البعض قد تخرج عن حدود الالتزام بهذه الشعارات عندما يتطلب الأمر إنهاك الخصم، كيف تردون على هذا في ضوء ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع نخل بني النضير وهم بفعل ذلك أيضا في الطائف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر، بل القرآن أقر القطع وغير القطع. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هكذا نزل القرآن الكريم. ومع هذا فإن تلك واقعة حال، كان الناس بحاجة إلى أن يقطعوا دابر هؤلاء بسبب مؤامراتهم الكثيرة وما يدبرونه ضد الإسلام والمسلمين،
فالحاجة كانت داعية إلى ذلك، ومع ذلك لم يؤمروا أمرا جازما بالقطع، بل أقروا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نعم. طيب سمحة الشيخ، نبقى الآن مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى لنناقش موضوع التدخين وأضراره على البيئة. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في برنامج سؤال أهل الذكر، وموضوعنا اليوم عن القيم الإسلامية ودورها في تقديم الحلول لمشكلات البيئة. سمحة الشيخ، في كل مناسبة تحملون التدخين مسؤولية كبيرة في الإضرار بالبيئة وإنهاك الجسم السليم، هل يمر هذا الضرر من البيئة بالبيئة في كل مراحل تصنيع التدخين أم في حال تعاطيه فقط؟ الدخان كله ضرر من غير نفع، وكله سبب للموت من غير أن يكون فيه أدنى سبب للحياة، وكله ماحق لكل خير في الإنسان ولكل خير في هذه الحياة. التدخين من أوله إلى آخره شر مستطير وبلاء، ما أعظمه من بلاء. التدخين يضر بالجسم كله، ما من حجيرة في الجسم إلا وتصاب بضرر من هذا التدخين، أو بالأحرى ما من خلية في جسم الإنسان إلا ويتأثر بالتدخين، بل جميع الأجهزة تتأثر بالدخان، الحواس الخمس كلها تتأثر بتعاطي الدخان، وجهاز التنفس جميعا كله يتأثر بالدخان، كذلك المعدة كلها تتأثر بالدخان من الشفتين إلى أقصى شيء في المعدة، وهذا الشر ينتشر في هذه الجوانب كلها. كذلك لو جينا إلى الجهاز البولي كذلك يتأثر بالدخان، أمراض الكلى وغيرها وأنواع متعددة من السرطان، أنواع متعددة من الجلطات، كل هذا سببه الدخان. بل يقال بأن سيجارة واحدة يتعاطاها الإنسان تساوي ما يلقاه في المدن المزدحمة من المتلوثة بملوثات البيئة من عوادم السيارات وغيرها، ما يلقاه هناك وما يتسبب له من ضرر لمدة عام كامل، إنما يجتمع ذلك كله في سيجارة واحدة يتعاطاها. وأكثر من ذلك كله أن هذا الدخان ليس هو قاتلا لمتعاطيه فحسب، بل الإنسان يقتل من خلاله نفسه ويقتل غيره، فهو قاتل للغير، لأن التدخين السلبي أو التدخين القسري، وهو تدخين الإنسان بحضور الناس بحيث يستنشقون معه روائح ذلك الدخان، يؤدي إلى ضرر عظيم عجيب،
فهو يؤثر على الأولاد ويؤثر على الكبار، حتى أن تجربة أجريت في بعض المعاهد الصحية في لندن، بحيث جلس شخص ما بين 10 مدخنين، فإذا به كواحد منهم كأنما دخن كما دخن، ولا يدخن، ولكن ما ناله بسبب جلوسه فيما بينهم كان كأنما دخن بقدر ما دخنهم. كذلك أيضا التدخين، كما يذكر أحد الأطباء الغربيين، يقول بأن الرجل المعتدل في تدخينه إنما يدخن غالبا في اليوم 20 سيجارة. 20 سيجارة هذه التي يدخنها إن استمر على هذا التدخين لمدة 30 سنة دخن 200,000 سيجارة، أو بحساب آخر 11,000 علبة، علبة سجائر فيها ما من التبغ، ما يحتوي على 800 جرام من النيكوتين. 800 جرام من النيكوتين كافية لتسميم مدينة سكانها 10,000 نسمة. من خلال هذا نظرنا فيما ينتج سنويا في العالم من السجائر، قد وجدنا في بعض الإحصائيات التي جاءت من نيويورك، من نيويورك، أن ما ينتج سنويا من السجائر يفوق 4,000 مليار سيجارة. نظرنا إلى التبغ الذي يوجد في هذه السجائر، الذي وزع في هذه السجائر، فإذا هو 3,000، فإذا هو 43,000، فإذا هو 3,400,000 طن. ما في هذا العدد، ما في هذا المقدار يكفي لتسميم 4 مليارات من البشر، يعني يكفي لتسميم 1/3 العالم. نعم. بنفسي، على أن التبغ بكل حال من الأحوال هو نفسه ضرر ماحق، هو مفسد للبيئة، سواء من حيث زرعه أو من حيث تصنيعه أو من حيث التدخين. أما من حيث الزرع فإن التبغ بطبيعة الحال يأخذ مسافة من الأرض، يحتل مسافة من الأرض، هذه المسافة تعطل عن زراعة الشيء النافع ويزرع فيها هذا السم القاتل. لو نظرنا هذه المساحات التي يزرع فيها التبغ، كم كان بالإمكان أن يزرع فيها من المحاصيل الزراعية التي تفيد البشر، وكم يستهلك في زراعة التبغ من المياه التي يمكن أن تفيد كثيرا في بقية الزراعة، وكم تنفق من أموال على زراعة التبغ. أيضا بجانب هذا أيضا فإن زراعة التبغ كثيرا ما يستعمل معها أنواع من المبيدات لأجل المحافظة على هذا التبغ لئلا تفسد زراعته. هذه مبيدات سامة، وأخطرها جميعا المبيد الذي يسمى DDT. هذا المبيد من أخطر المبيدات، ويؤثر على الأرض، ويؤثر أيضا على من يدخن، حتى أن المرأة التي تدخن
تبغى استعمل فيه هذا المبيد تنقل إلى أجنتها وتنقل إلى رضعها من خلال دمها، تنقل هذا المرض الفتاك. فالحليب الذي ترضعه أطفالها أو اللبن الذي ترضعه أطفالها فيه من هذه المادة السامة ما يكفي لتدمير مستقبلهم، حتى أنهم قالوا بأن المرأة التي تدخن إنما ترضع أولادها DDT، وقالوا بأن كل امرأة تدخن إنما تخاطر بمستقبل أولادها وحياتهم وبكل أمل لهؤلاء الأولاد. ثم بجانب ذلك أيضا تصنيع الدخان، تصنيع السجائر، لأن بعد الزراعة هناك تجفيف، وهذا التجفيف يحتاج إلى كمية هائلة من الأخشاب. ويقال بأن تنزانيا مع كونها كثيرة الخصوبة كثيرة الغابات تخصص من غاباتها مقدار 12% من أجل زراعة، يعني تقضي على غاباتها لأجل المحافظة على صناعة التمر أو على تجفيف التمر. وكذلك ما تخرجه المصانع التي تصنع التمر من الدخان إنما هو سموم، فمن كل ناحية التمر إنما هو مفسد للبيئة. ثم أعقاب السجائر التي ترمى في المزابل هي مفسدة للبيئة، ومن كل ناحية من النواحي استعمال التمر هو مفسد للبيئة أيما إفساد. ومع هذا أيضا يكفي أنه يفسد الإنسان. قبل فترة ليست ببعيدة كتبت صحيفة الأهرام مقال، نشرت مقالا فيما يتعلق بجانب التدخين، فيه إحالة على ما ذكره الدكتور مجدي بدران من مخاطر في التدخين. من جملة هذه المخاطر قالوا بأن 700 مليون طفل في العالم، 700 مليون طفل يتعرضون للتدخين السلبي أو التدخين القسري، ومعنى ذلك أنهم هم أيضا بدورهم فيما بعد يعتادون على التدخين ويقومون بهذا التدخين، وهذه خطورة، خطورة بالغة. هذا يؤدي إلى نشر هذه الأوباء. وإذا جئنا إلى الضحايا، وجدت فيما نشرته بعض الصحف أن ضحايا الدخان في العالم وصل الرقم الآن إلى 10 ملايين ضحية في كل عام. في دول مجلس التعاون الخليجية هذه يعني في كل يوم يموت 45 من المدخنين، ومعنى ذلك أنه في العام يموت 16,450 من المدخنين. هذا رقم مخيف، مخيف جدا. ودع النفقات التي تنفق في التدخين في شراء هذه السموم التي هي بغير حساب، يعني البلاد العربية تنفق في كل يوم 150 مليون دولار من أجل ثمنا للتدخين، تنفق كل يوم من هذا المقدار الهائل من المال ثمن للتدخين. وإذا كان هذا ما ينفق في اليوم، فمعنى ذلك أنه في الشهر ينفق 4,500 مليون، 4,500 مليون دولار هذا في الشهر الواحد. نعم. إذا جينا إلى العام ينفق 54 مليار وأعداد حوالي 700 مليون زيادة على ذلك.
تنفق في كل عام. خطورة ذلك خطورة، هذا ما ينفق في ما ينفق ثمن للتدخين، دع ما ينفق من الأموال الطائلة من أجل علاج المرضى بسبب الدخان. أمراض هائلة في العالم تنتشر بسبب الدخان، حتى أن في بريطانيا ضاعفوا كثيرا، ضاعفوا الضريبة على الدخان، لكنهم قالوا بأن هذه الضريبة لا تفي إلا بمقدار الثلث من النفقات التي تنفق على علاج أمراض الأمراض الناجمة عن التدخين. سبحان الله، هذه أرقام مخيفة جدا وحقائق بالفعل تستحق أن يكون هناك فيها اهتمام كبير جدا من قبل العالم بأسره حتى يمنع. نستقبل الآن في الدقائق الأخيرة هذه المكالمات الأخ سيف العوفي. السلام عليكم الأخ سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الأخ سيف، أهلا بك. شيخ كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله سعيك. تفضل أخ سيف. سؤالي الأول، هل عقوبة شارب الدخان وصانعها وبائعها وزارعها وحاملها يتساوى في الذنب؟ لأنهم كلهم اشتركوا في هذا الموضوع. طيب. وهل هذا يعتبر من إهلاك الحرث والنسل كما قال الله تعالى، وإذا تولى في الأرض سعى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد؟ جميل. هل من سؤال آخر أخي سيف؟ الوقت انتهى الأخ سيف، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. بقيت عندنا دقيقتان. الأخ محمود المندري، محمود سؤال واحد. محمود طيب أخ سيف، يعني أنا يمكن أن أصوص سؤاله، دعنا نطرح سؤاله ثم أتي بسؤالي الآخر. هل يقاس الحرمة، حرمة التدخين والذي يتعامل معه يصنعه يبيعه، يقاس على موضوع الخمر؟ بل من يبيع، نعم هو ملعون، لأن نشر الفساد في الأرض، نشر الأوباء في الأرض. قلت بل من يبيعه، قاطعته. من يبيعه ومن ومن يصنعه ويتعرض للعنة كمثل ما يتعرض من يفعل ذلك في الخمر. الله المستعان. طيب سمحة الشيخ، نأتي إلى النهاية. كيف يفهم المسلمون كل هذه المعاني عن حماية الإسلام للبيئة ودعوته إلى رعايتها في ظل تجاهلهم من حيث التطبيق لكل ذلك؟ ما الذي تدعون إليه فيما يتعلق بتشرب هذه الثقافة في موضوع البيئة؟ نرجو إلى أن يرجعوا إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه من الأدلة ما يكفي لتثقيف المسلم وتبصيره بخطورة هذا الأمر. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا كان زيادة عن الحاجة في الأكل والشرب يعد إسرافا لا يجوز، فكيف بهذه النفقات الطائلة التي تنفق فيما يدمر صحة الإنسان ويقضي على حياته؟ والله سبحانه وتعالى يقول ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. والصحة نعمة، والحياة نعمة، و المال نعمة، والمدخن يقضي على ذلك كله، فهو من يبدل نعمة الله تعالى، وقد توعد على ذلك أشد العقاب. وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا أيضا مما يؤذي المؤمنين والمؤمنات بما ينشره من الأوباء فيما بينهم. كم من دليل في القرآن على هذا؟ نأخذ سؤالا من الموقع. أخ أبو الحواري الحارثي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الواردة في صحيح الإمام الربيع والعبد الفاجر يستريح منه الناس والشجر والدواب، هل يعني هذا أن وجود العبد الفاجر نذير شؤم بالنسبة للبيئة وأن موته راحة للمخلوقات؟ وهل يستفاد من هذا أن العبد المؤمن تفتقده سائر المخلوقات كما في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، وقول الرسول هذا جبل أحد يحبنا ونحبه، أن هناك علاقة بين الإنسان وسائر المخلوقات؟ نعم، الإنسان البر التقي ينسجم مع الكائنات، فكل الكائنات تنسجم معه، والفاجر هو بخلاف ذلك
إنما تشكو منه جميع الكائنات لأنه سبب لإفسادها. والله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نسأل الله العافية. شكرا لكم سماحة الشيخ على هذا العطاء، بارك الله فيكم. شكرا لكم أعزائنا الكرام. نشكر في نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، كما نشكركم أيضا على حسن المتابعة. وفي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سنطرح موضوعا جديدا عنوانه: القيمة الإيمانية والعبادية للعشر الأوائل من ذي الحجة، ماذا يطالب المسلم أن يفعل فيها من الأعمال الصالحة؟ إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.